قد قد تأتي مع الفعل الماضي أو الفعل المضارع، فإذا جاءت مع الفعل الماضي تفيد التحقيق والتأكيد، كما أقول قد رأيت صديقي، فإذا جاءت قد مع الفعل المضارع لغير الله فهي تفيد التقليل، كما أقول قد يصدق الكذوب، وإذا جاءت قد مع الفعل المضارع لله عز وجل فهي تفيد التكثير، كما في الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهذا يفيد كثرة رؤية الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ينظر الى السماء، وتفيد ايضا التحقيق والتأكيد. واكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقليب بصره في السماء لشدة ادبه مع ربه وشدة حيائه صلى الله عليه وسلم. قد نرى في هذه الآية اثبات لصفة الرؤية عند الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. ولماذا يقلب الرسول صلى الله عليه وسلم نظره في السماء؟ لأنه ينتظر نزول الوحي من اعلى وفي هذا اثبات لصفه العلو لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. وهل هناك دليل اكبر على شرف وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحويله لقبله يرضاها؟ ان كان ظاهر الايه الكريمه ان السبب في التحول في القبله هو ارضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقه المجرده ان رضا الرسول صلى الله عليه وسلم في رضا الله عز وجل. فلنولينك قبله ترضاها ونرضاها ايضا لك وللمسلمين. صرف المسلمين لقبلة بيت المقدس كان لحكمة وتحويلهم مرة اخرى الى قبلة ابراهيم عليه السلام كان لحكمة وكان لابد من الخروج من دائرة التبعية لليهود في القبلة والاستقلال والتميز عنهم لنكون بحق امة وسطا فولي وجهك شطر المسجد الحرام اي فصرف وحول وجهك تجاه المسجد الحرام اثناء الصلاه ولكن اي جزء في المسجد الحرام تحديدا هو القبلة هل هو جبل الصفا او المروه هل هو مقام ابراهيم أم الكعبة المكرمة؟ جاءت الإجابة على هذا السؤال في السنة النبوية الشريفة قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منها فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة فأجمع العلماء على أن القبلة تحديدا هي الكعبة المكرمة ولماذا سمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟ لأنه محرم عند الله عز وجل ومحرم أيضا عند المسلمين ويمتنع فيه ما لا يمتنع في غيره من أي مكان في الأرض إلى أي جهة ينظر المصلي وهو قائم بين يدي الله قال الإمام المالكي ينظر جهة البيت الحرام والدليل فولي وجهك شطر المسجد الحرام أما الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل فقال أن النظر يكون محل السجود وكلاهما صحيح وحتى لا يتوهم أحد أن الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. من كان ببيت الله الحرام وهو يعاين ويشاهد الكعبه المكرمه فليتجه بوجهه الى الكعبه المكرمه. ومن كان بمكه فليتجه ناحيه المسجد الحرام، ومن كان خارج مكه فليتجه ناحيه مكه. فمن ترك القبله عمدا فصلاته باطله، ويجب اعادتها مره اخرى. وهناك بعض الاستثناءات. عندنا مثلا صلاه النافله في السفر. وصلاة المريض الذي لا يقدر على الاتجاه للقبلة وصلاة المقيد والمصلوب في اتجاه غير اتجاه القبلة وصلاة الأسير المحبوس عن القبلة ومن اجتهد في تحري القبلة ولكنه أخطأ في تحديدها جزاكم الله خيرا باي 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 باي, 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 باي.